السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم معنا من صفحتكم صفحة أثاث الثقة. أثاث الثقة المتواجدة دائما بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوب القليعة ولاية باز. هذه الصفحة اللي عودتكم دائما بالجديد، واليوم جبنا لكم غرفة جديدة تحت اسم ترون كاتفورد. روحوا نكتشفوها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة ثانية من صفحتكم صفحة أثاث الثقة. هذه الصفحة الأولى التي تهتم بعالم الأثاث في الجزائر. وكما عودتكم أثاث الثقة دائما بالجديد، واليوم جبنا لكم هذه الغرفة العصرية تحت اسم ترون كاتبورت. هذه الغرفة التي تحتوي على زوج بيبان كوليسونت وزوج بيبان أوفرونت كما هو موضح في الصورة. الطول تحت هذه الغرفة 2.53 متر، العرض 53 سنتيمتر، أما في الارتفاع 2.36 متر. وهذا دليل على أن الغرفة تاعكم ما راهي كبيرة بزاف وما راهي صغيرة بزاف، وريحة تجيكم في أي بلاصة تحطوها فيها. الغرفة مصنوعة بأحدث الوسائل المستعملة في سوق الأثاث، مصنوعة من الخشب الأحمر البواروج وبأيد جزائرية التي تعطيها طابع جميل وجميل جدا. أما هذه الباب اليمنى تاع الغرفة تاعنا، الباب اليمنى كما الباب اليسرى كما هو موضح أمامكم في الصورة. أما في الجهة الوسطى تاع الغرفة تاعنا فيها دو بورت كوليسونت كما هو موضح أمامكم. المراية تاع الباب تاعنا مخدومة بلانسيزيون وتدي 70% من مساحة الباب. عندك موتيف على شكل مقروطات صغار كما راهو موضح أمامكم في الصورة. ومن تحت عندك دو تيروار، هاد لي تيروار كيما راكم تشوفوا فيهم بزاف عراض وبزاف واسعين، ويكفوكم باش تحطوا اللوازم تاعكم اكثر واكثر. اما الجهه الفوقانيه عندك مرايه فيمي كيما راكم تشوفوا فيها تجي فوق الموتيف تاع الباب كما هو موضح امامكم في الصوره. كذلك الغرفه تحتوي على دو سبوت اللي يعطوا صوره بزاف شابه في الليل. وفوق لو تاع الغرفة تاعنا عندك هذا التاج الجميل المصبوغ باللون الذهبي. نروحوا للهيكل الداخلي. الغرفة فيها طروة إيزيطاجير على اليمين وطروة إيزيطاجير على اليسار. أما في الجهة الوسطى الأولى عندك ربع إيزيطاجير كما هو موضح أمامكم. هاد الإيزيطاجير كبار كما راكم تشوفوا، يعني يكفيكم باش تحطوا دوزانكم خير وخير. اما في الجهة اليمنى الثانية عندك ايطاجير واحدة وعندك لاترانك وين تحط حوايجك انت ومرتك. والان نروح نشوفوا السرير تاع الغرفة تاعنا. السرير تاع الغرفة تاعنا اللي فيه 1.60 متر على 1.90 متر في الطول. هذا السرير اللي مصنوع بطريقة جميلة وجميلة جدا كما هو موضح امامكم. يعني نزيدوا نتقربوا للسرير اكثر فاكثر باش نشوفوه عن قرب. السرير مصنوع بالكابيتوناج، الكابيتوناج اونتي طاش، يعني اي طاشة ولا غير بلانجات تتنحى. كذلك السرير يحتوي على تاج مكمل للتاج تاع الغرفة تاعنا، والمسافة بين الطاب دنوي الأولى والطاب دنوي الثانية 302 سنتيمتر. وهذا التقسيم تاع الكابيتوناج تاعنا اللي مقسوم بطريقة جميلة وجميلة جدا. الآن نروحوا مباشرة للطاولة الليلية أي لطاب دنوي تاع الغرفة تاعنا. والآن نقتربوا لطاب دنوي تاع الغرفة تاعنا اللي فيهم 58 سنتيمتر في الطول و 37 سنتيمتر في العرض. لطاب دنوي تاعنا اللي يحتوي على تاج، هذا التاج مكمل للجروندوسي ومكمل للغرفة تاعنا، يعني للخزانة كما راكم تشوفوا فيها. وهذا هو التيروار تاع لطاب دنوي تاعنا كما راهو موضح أمامكم، بزاف واسع وبزاف عريض. ودوكا نروحوا لاكوفيس تاعنا ونكتشفوها عن قرب. لاكوفيس تاعنا كما راكم تشوفوا فيها كذلك تحتوي على تاج، هذا التاج مكمل للتاج تاع الخزانه والتاج تاع الجروندوسي وتاع لي طاب دنوي تاعنا. كذلك لاكوفيس تاعنا تحتوي على لولاد في المراه كما راكم تشوفوا فيه امامكم. لاكوفيس تاعنا بزاف شابه وبزاف عريضه، فيها طروه تيروار كما هو موضح امامكم. هاد لي تيروار بزاف عراض وبزاف واسعين، ويكفيكم باش تحطوا دوزانكم وتحطوا كل الامتعه تاعكم، ويكفيكم بخير وخير. اما الان ما بقى لي غير نقول لكم السعر تحت الغرفه اللي تدير 13 مليون و800 بالنقل والتركيب ل 48 ولايه اللي راهو انتريسي. اتصل بينا على الارقام اللي ظاهره اسفل الشاشه، ويلتحق بينا على حسابنا على الفيسبوك او قناتنا على اليوتيوب او حسابنا على الانستغرام. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. سلام.